خلينا كده نعرف يا ترى يعني في الأدب العربي حكايتها إيه بالظبط؟ خلينا ناخد الإجابة من دكتور خطري عرابي أستاذ الأدب العربي. مساء الخير يا دكتور. يا أهلا وسهلا، مساء النور. يعني حضرتك أستاذ الأدب العربي والدراسات الشعبية بكلية الآداب جامعة القاهرة. خليني أنا عايزة أعرف البداية جت منين؟ يعني الزخم الكبير اللي موجود لأمثالنا الشعبية ده كان أصله حياتنا ولا أصله الأدب ولا الحكاية بدأت إزاي؟ أولا الأمثال الشعبية هي خبرة الشعوب، فهي تجارب إنسانية على اتساعها بتكثف الموقف وتكثف التجربة، ثم تطلق عبارة معينة، هذه العبارة هي التي تخلد وتضرب في مواقف مشابهة أخرى لهذا الموقف الذي صيغت فيه والذي يسمى مورد المثل. يبقى إذن المثل عبارة موجزة بليغة تطلق في نهاية موقف. تمام. هذه العبارة الصغيرة هي التي تعبر عن هذا الموقف برمته، وتضرب مرات عديدة في مواقف مشابهة. تمام. طيب خليني يعني حضرتك قول لنا أكثر الأمثال أو الثقافات الشعبية أو أكثر الأوقات زمنا كان فيها يعني تأثير كبير جدا على العامة من هذه الأمثال. أولا لا نستطيع أن نحدد وقتا بعينه، إنما حاليا في الوقت الحالي نظرا للسوشيال ميديا والتحضر اللي موجود، الأمثال بنأخذ الأمثال القديمة معظمها من الأمثال القديمة، لأن التجارب الإنسانية التي مرت عبر العصور يعني لم تترك موقفا بعينه إلا وعبرت عنه. وحضرتك يعني تكلمت عن الأمثال الشعبية المصرية، طوبة وكياك وبرمهات، وأنا في الحقيقة بصفتي متخصص لا أرى أن هذه أمثالا، إنما هي أقوال مأثورة مرتبطة بالنظام الزراعي عند المصريين القدماء. تمام. وهي من صحيح. أيام الفراعنة. صحيح. يعني عندما وضع الفراعنة التقويم الشمسي 12 شهر وفيه بعض الأيام القصيرة اللي هي أيام النسي، وتوارث المصريون هذه الشهور، وهي مرتبطة في الغالب إما بالآلهة المصرية وإما بالأعياد المصرية تمام. القديمة. ما هل هنا كانت هي بشكل تعليمي أبسط؟ لأنه مثلا لما أنت تقول إيه البرد طوبة يخلي الصبية كركوبة، يعني هنا أنا عايزة أقول إنه الناس في عز البرد بيخلي حتى الصبية الصغيرة من يعني مش قادرة تستحمل البرد، فهي فيها معلومة تعليمية يعني كانت مبنية أحيانا على إنها نقل الحاجات اللي كانت خاصة بقى بالتقويم ده. نعم نعم نعم. يعني نحن نسميها بالمعارف الشعبية، وهي فعلا معارف شعبية لأنها مرتبطة بالنظام الزراعي أو بالبرد في المواقف المختلفة. طيب يعني مثلا فضل. تبدأ هذه الشهور بشهر توت. صحيح. وتوت هذا اروي الأرض ولا تفوت. أيوة. بمعنى إن اروي الأرض وما تفوتش يعني عليها، ليس في الوقت الحالي، من أيام الفيضان، على الرغم من أن الفيضان بدأ ينحسر لكن الحق اروي الأرض وما تفوتهاش. نيجي للشهر الذي بعد توت هو بابة. وبابة إن صح زرع، ما احنا روينا كل دي أقوال أسورة، وأمشير أبو الزعابيد. أبو الزعابيد. هاتور أبو الذهب المنثور أو الذهب المنثور، اللي هو يقصد به زراعة القمح. صحيح. يعني توقيت ومعلومة. أيوه. الأمشير أبو الزعابيب اللي فيه
اللي فيه العواصف، برمهات، برمهات روح يعني الغيط وهات، هيكون ده في مارس يعني، اصرح الغيط وهات من الفولات لكل هذه الاشياء، لان الزرع ينضج في هذه الفتره. برموده دق الزرع بعموده، يعني اشاره الى موسم الحصاد، يبقى هنا كلها يعني مرتبطه بالنظام الزراعي. وبشمس بعد برموده بيكنس الارض كاس، احنا دلوقتي حصدنا الحصاد، فالارض يعني لا يوجد فيها شيء من هذا يعني. اذا هي كانها تسلسل، نأتي لبقونه تنشف الميه في المعونه، يعني دلاله على شده الحر، وهو الحر القارس الذي لا يوجد فيه طب، وهكذا الى ان تنتهي بشهر بالضبط. يعني اذا خلينا مرتبطه بالاعياد، الاعياد المصريين القدماء، واما ان تكون مرتبطه باسماء الالهه. لكن دعيني يعني ابين لك الفرق بين المثل هنا والكلام الماثور. هذا كلام ماثور، معارف شعبيه عن الاوقات وعن مواسم الزراعه وعن مواسم الحصاد، ولا يمكن ان اطلق عليها مثلا، على الرغم من ان كل من كتب فيها ذكر ان هذه امثال، انها يعني امثال. طب يعني انت هنا حضرتك حتى المتخصص، طيب استاذنك هنا دكتور، يعني دكتور خطري حضرتك هنا المصري دكتور خطري حضرتك سامعني؟ ايجيبتولوجي حضرتك سامعني؟ كلهم تكلموا عن ان هذه امثال شعبيه، وهي هنا اقوال ماثوره مرتبطه بالمعارف الشعبيه وليست امثالا شعبيه، لان المثل الشعبي دائما ما يبرأ يذكرنا بالمحسوس او ينتقل من المحسوس الى المعنوي. صحيح. اوضح ذلك بمثال. يعني عندما نقول اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. صحيح. لو انا اخذت هذا الموقف على حقيقته في البداية، ومن لا يستطيع النظر من فتحات الغربال الصغيرة يكون أعمى أو لا يستطيع الإبصار. صح. لكن هذا ينقلنا في المضرب المثل عندما أضربه، أن الذي لا يستطيع أن يعرف بواطن الأمور فهو أعمى، لا يعرف ماذا يدور بخلد هذا الرجل أو هذا الموقف يكون أعمى. أكيد. دكتور خطري عرابي، أستاذ الأدب العربي والدراسات الشعبية بأداب القاهرة، الحقيقة أنا بشكرك شكرا جزيلا، حضرتك وضحتنا. وأنا بحقيقة يعني الأمثال أصلها يعني إيه كتيرة جدا، لكن واضح طبعا أنه في معلومات زي ما قلنا النظام الزراعي اللي مرتبط بالجدول الزراعي وبالتوقيت من أيام الفراعنة، وحتى كمان مزارعينا بشكل كبير حافظينه، لأنه ده توارث جيل عن جيل. هتلاقي يعني جد عن جد وأب عن أب، ويعني فطبعا بيتوارثوا نفس إيه المعلومات كلها، بالذات في نظام الزراعة. أما الأمثال بقى الشعبية الخاصة الاجتماعية، فهتلاقيها دايما كانت على لسان البيوت والناس بتستخدمها، فشوية يقول لك ده مثل وشوية حكمة، لكن أكيد كله في الآخر بيبقى فيه خبرات على معلومات على بعض العادات والتقاليد اللي بتبقى موجودة. وإحنا في مصر الحقيقة زي ما قلت في البداية، زي ما عندنا معلومات وعادات وتقاليد، لكن كمان عندنا خفة دمنا بقى المصريين، فهتلاقي الأمثال دي موجودة في حياتنا طول النهار، يعني كل حد بيقولها بشكل كبير.